وبعد أن بينا موقف العلمانية من الإسلام، وجب علينا أن نقف على موقف الإسلام من العلمانية. إن الإسلام يرفض العلمانية رفضا قاطعا، وذلك لأن العلمانية أولا تغفل طبيعة الإنسان البشرية باعتباره مكونا من جسم وروح، وثانيا نبتت العلمانية في البيئة الغربية وفقا لظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية. كما أن العلمانية تفصل الدين عن الدولة. وأيضا تفسح المجال لانتشار الإلحاد. كما أن العلمانية تجعلنا نفكر بعقلية الغرب التي لا تجمع بين متطلبات الروح والبدن. وكذلك امراض المجتمع الغربي كثيره متعدده تنقلها الينا العلمانيه لتضفي على بيئاتنا امراض مجتمع الغرب وكذلك العلمانيه تكرس التعليم لدراسه ظواهر الحياه الخاضعه للتجريب والمشاهده واهمال امور الغيب يعني الاهتمام بالدنيا على حساب الاخرة وهو ما لا يتوافق ابدا مع تعاليم الاسلام ومن هنا يرفضها الاسلام. ننطلق الان الى نقطة هامة وهي إبراز حكم الاسلام في العلمانية، ان العلمانية في الجانب العقدي لا تتوافق ابدا مع تعاليم الاسلام، اذ انها تعني التنكر للدين وعدم الايمان به وترك العمل باحكام الاسلام وتشريعاته واعتقاد ذلك كفرا بواحا كما انها في الجانب التشريعي تقف بنا على فصل الدين عن الدوله بل الاحرى فصل الدين عن الحياه كلها وهو ما يعني الحكم بغير ما أنزل الله، لذلك قد حكم الإسلام بتعاليمه السمحة على أن العلمانية كفر بواح، كما أن علماءنا قد فصلوا القول في بيان حكم الإسلام، فها هو العلامة بن باز رحمه الله يؤكد على أن من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله فهو كافر وإذا وقع الحكم عن جهل أو ضعف أو لهوى في نفس صاحبه أو لغرض دنيوي مع الاعتقاد بأن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق وأصلح وأجدر وانه افضل من القوانين الوضعيه فهذا كفر عملي